برا بتعمل حالها منيحه وجوا هي ما منيحه. لا حبيبتي صحيح هذا الحكي. المحسوبيات هي سرقه نشاط، سرقه عمل لاشخاص ثانيين، مش ضروري سرقه ماديه. في حمايه اقوى من حمايه، وفي حمايه ما بيسترجع يجرب ثوبك. لا ليش نحن دائما الضحيه؟ كده رايحين حط على اليوتيوب نحن انقذنا هذا الموقف بانه بلغنا الناس اللي فيها توقفوا. يعني ما بعرف كيف معتبر انت هذا تشهير، مش معتبر انه نحن نعرض ناس مش مبينه صورتهم بجزء. هو ثلاث ثواني من الفيديو الموجود، ثلاث ثواني فقط. للنشر مع ريما كركي، الاثنين بعد الاخبار على الجنين.